منعت قوة الاحتلال اليوم دخول أكثر من 50 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وقد جاء ذلك بعد أن دخل من أمام بوابة رفح المصرية 105 شاحنات متنوعة. وتستمر قوات الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها، ويأتي هذا ضمن نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. هذه الشاحنات من خلفي خرجت من أمام بوابة معبر كرم أبو سالم، دخلت منذ صباح اليوم من أمام بوابة معبر رفح المصرية، حيث أنا متواجد الآن متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لتدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا هو جزء من الشاحنات التي عادت وما زالت مستمرة تعرقل قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، تمنع دخول الأدوية، تمنع دخول المساعدات الإغاثية، تمنع دخول المساعدات الغذائية، تمنع دخول حتى المساعدات اللوجستية بشكل عام التي يحتاجها قطاع غزة من هناك. لذلك المجهودات المصرية ما زالت مستمرة، ولكن كما ترصد الصورة الآن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات، إما بسبب ارتفاع طول المساعدات على سبيل المثال، أو حتى الأدوية وأهم ما يحتاج قطاع غزة الآن تمنع من الدخول. هذه أيضا شاحنة أخرى تأتي من يعني ربما منظمات أممية عادت أدراجها مرة أخرى. رصدنا عشرات الشاحنات منذ صباح اليوم تعود أدراجها ولم تفرق حمولاتها في الناحية الأخرى، برغم أن هناك ضغوطات دولية ومصرية وغيرها من الضغوطات على قوات الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية، لكن هذا هو حال قوات الاحتلال بمنع دخول هذه المساعدات الإغاثية. لكن المجهودات المصرية ما زالت مستمرة هنا، فبوابة معبر رفح المصرية مفتوحة ويدخل من خلالها هذه الشاحنات يوميا إلى الناحية الأخرى. اليوم هناك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي متواجد هنا في الشرق الأوسط لبحث تدفق المساعدات وبحث وقف إطلاق النار، ولكن هذا هو رد قوات الاحتلال على هذه المجهودات الدولية والمجهودات المصرية بعودة الشاحنات مرة أخرى بدون أن تفرغ أي من حمولاتها، وتحديدا المواد الغذائية والمواد الطبية. هذه هي الصورة، ولا نعود إليكم مرة أخرى.